السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اللي فيديو جديد مع حافظ الرجي، كيصرح قال باللي الشعب الجزائري من المفروض من الجمهور الرياضي ما يدخلش روحو في امور تاع اتحادية وما يفرضش رايو باش يبقى بالماضي. يحب يقول باللي الشعب الجزائري ما يدخلش روحو باش يروح بالماضي، ماشي يقعد يروح. اتفرج خويا العزيز واش قال بالماضي، واش قال حافظ الدراجي، ومن بعد نوليو عند سعدان بهدلو ذلو سعدان رابح سعدان المدرب السابق للمنتخب الجزائري. تابع معايا الفيديو. جامي ان اونترينور دي ليستوار د الجيري وفروا له امكانيات مثل هذه، جامي. اي بي ما تنساش باللي سي لو سيتيام سالير او موند، سي لو سيتيام غران سالير او موند افيك ان بيي كي سي كلاسي ديرني في لاكوب دافريك اللي فاتت، واليوم افون ديرني ولا لافون لافون ديرني. سي با نورمال، سي با نورمال. بالماضي il a demandé 24 heures de réflexion. Alors on a fait plus de 48 heures de réflexion. Il n'est pas revenu à la fédération pour dire son avis et sa contre-proposition. C'est-à-dire, on a parlé de l'autre chose. Elle a quand même fait le téléphone. On a demandé Tetsni, on a demandé Achasni, on a demandé Charles, on a demandé Walou. Mais il est en train de nous bloquer. Dr. Kohl est en train de nous bloquer. Mais notre problème n'est pas un grand problème. Quel un entraîneur, il a failli dire une proposition, باش بالتراضي باش يروح. لحد الان il n'a pas répondu pour aller. OK, ناس تحكمهم العواطف والمشاعر. Non, il doit pas partir. Il doit pas partir jusqu'à quand? Est-ce que Belmadi يخلد? Est-ce qu'il peut continuer? سؤال مطروح اليوم، هل بالماضي يقدر يكمل؟ الان ستاف تكنيك تاعو كامل راح، قبلوا بالتراضي وراحوا، il est resté seul. Est-ce qu'il peut continuer sur le plan technique, sur le plan moral? هل يقدر يكمل؟ سيتادير تقنيا، هل باقي عنده واش يعطي؟ مورالمون، هل ممكن يواجه يخدم مع رئيس الاتحاد؟ il veut qu'il part. وفي وسط جمهور، ولو ان الجمهور نورمالمون ما دخلوش في هذه الامور، جمهور ممكن يكتب يهضر يتكلم، بصح il n'est pas là pour nous دير لازم يقعد حفيظ ويقعد جمال ويقعد جعفر. شكون انت باش تقول لازم يقعد؟ دركا خوتي نروحوا الفيديو تاع سدان، واش قال الحافظ الراجي بهدلو وذلو على المباشر. تابعوا معنا الفيديو ولا تنسوا تعميل القناه فضلا وليس امرا. تابعوا معنا هذا الفيديو. بين يقول لك يقدر يقول لك من عمل خاص، ولكن لا خليه الاموال الاتحاديه. لا لما يقول كلام خطير سيد سعدان، لما يقول بانك لم تأتي لهدف وإنما أتيتم لتصفية حسابات ولاقتسام الريح 700 مليار كانت في الميزانية تاع الاتحادية. إيه وأنا هذا الكلام كيف ترد عليه؟ وأنا ذنبي أنا اللي طلبت أنا باش نجي نشتغل مع الاتحادية، فهمت؟ هو واش دخلوا واش دخلوا أنا فهمك؟ هو كأخي خبير بون خبير سو ديزون تاع الرياضة، لكن بعيد على السؤال، منافق كبير. هنا رابح سعدان قلق وجاه من الآخر قال لكم باللي حافظ الدراجي اكبر منافق هو حافظ الدراجي. تفرج الفيديو. منافق هو لا لا اسمح لي، لا منافق حتى ما دخل حتى في السياسه وينافق ويوصل حتى للرئيس ويوصل. لا انسان شوف يمد دروس، هذاك هو البروكيرور تاع الجزائر، هذاك هو يعني حاكم منصب. واش روح عيش لهنا، روح شوف الامور وساهم باش تنقذ الجزائر من هذه الوضعيه صعبه خاصه بجميع الاشياء، حتى الرياضيه.